كيف أغلق سهم البحري في شهر 5؟ إغلاق ما زال ضعيف، ما زال إغلاق ضعيف، ولكنه يا حبايبي في قيعان. ما هي القيعان دي؟ لو سحبنا ترند من آخر قمة حققها السهم في 2015 مروراً بقمة ما قبل كورونا، هذا ترند. تخيلوا أن سهم البحري اخترق بتاريخ شهر 9 من عام 2020 سبتمبر، وكانت إشارة إيجابية حلوة في السهم. ولكن سبحان الله، لو تتذكروا أعلن وقتها البحري إنه راح يوزع ريالين لمدة 3 سنوات بمعدل ريال بكل إيش؟ بكل 6 أشهر، تمام؟ وسبحان الله، وبعدها البحري سجل الأعلى وقتها 42.40، وقف وصار يتراجع على مهله، جنن ملاكه وجنن وحير المحللين. طيب لو سحبنا الفيبو من القمة اللي ساحبين منها الترند المخترق، والترند قلنا أبعاده ممكن نرسمه من قمة 2006 مروراً بقمة عام 2015، يعطينا نفس القراءة. لذلك أنا ما اهتميت كثير في رسمه بالطريقة دي، اكتفيت فقط عشان لا يجي أحد يتفلسف علينا، وخليته يمر من قمة 2015 مروراً بقمة ما قبل كورونا اللي كانت 41.5 هللة. وشوفت عينكم سهم البحر، دائماً نقول لملاكه أصبر أموركم طيبة، ما لم يكسر البحري استراتيجياً 36.80 37 ريال، وفي مطب قبلها برضو استراتيجي عند 38 ريال، هذا الخط المنقط. شايفين؟ شايفين البحري كيف إنه طيب ما في شيء، لكنه سبحان الله جالس يتراجع وهو قريب من الأدنى وقريب من مطب 38 ما قبل الدعم الرئيسي 36.82 أو 37 ريال. هذا السهم عشان نحن نقول لا 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 كده مو طيب، أو السهم مو حلو، أو إغلاقاته ما هي جيدة، معناه يرجع ينزل فيكسر 36.80 وينحرف بهذا الشكل. ما دام فوق سيبقى فنيا ايجابي، ايجابي بمعنى الكلمه، ايجابي على الفريمات الكبيره، ايجابي ايجابي على كنظره مستقبليه، لكنه طبعا هو بما انه في المسار الهابط الفرعي ده ما عنده شيء جديد يذكر، يعني ما في شيء يقول انه اليومين دي حنطلع، الثلاث ايام دي حنطلع. متى البحري خلال شهر 6 يلفت نظرنا ونعتبره إن ناوي يسوي شيء؟ من أهم مقاوماته خلال هذا الشهر 39.5، شايفين المسافة كم؟ نطاق تذبذب البحري لا يقل عن 3.75 ريال هلل. وعشان البحري يطلع فيقتحم ترند هابط من آخر قمة تراجع منها زي ما أنتم شايفين عند 42.45 هلل، يعني البحر خلال شهر 6 يتحرك من هنا ويتخطى 39.5 ويأكدها باختراق 50 فيبو 40.62 هلل. الله أكبر، إذا حصل هذا السلوك فهذا هي علامة انعكاس إيجابي في سهم البحر، انعكاس إيجابي لمين؟ للمضاربين. أما الاستراتيجيين أساساً هم عارفين أن سهمهم جيد فوق 37. أين متوقع مستقبلا لو كتب الله لنا إننا ما نكسر 36.80 ولا 37؟ بحول الله تعالى متوقع أن يتجه السهم في قناة صاعدة رئيسية من قيعان 2019 مرورا بقيعان 2020
اللي كانت في كورون سقفها زي ما انتم شايفين لو طلع السهم في شهر واحد فتخطى النسبة الذهبية 44 أبعاد و 48 ريال، ولو طلع في شهر تاني قد تكون أبعاد و 48 ونص، ولو طلع بثلاثة شهور ممكن تكون أبعاد و 49 85 قريبة 50 ريال. عرفنا الآن خلال شهر 6 ما هي الحدث الجوهري المضاربي اللي ممكن يخلينا نبدأ نستبشر خير بصعود البحري، هو اقتحام هذا الترند الفرعي اللي نزل فيه من آخر قمة 42-45. أما بشكل عام اللي يبغى يدخل الآن، اللي يبغى يدخل قبل الاختراق، السهم ممتاز تاريخياً وقريب دعم رئيسي ينتظر دخول سيولة وينتظر شقردية تسحبه وتطلعه للاختراق. لن يكون سلبي ولن يكون سيء إلا بكسر 36-82 أو على النظرية 37 والإغلاق دونه. علم يا شباب، هذا بالنسبة للبحري. نروح للي بعد.